نجم الساحل يلعب في كرة عصرية، كرة متقدمة جدا، مؤكد كونه فما تأثيرات مع خارجية اللي تأثر مع على جميع المستويات، لأن النجم الساحلي منذ 3 سنوات ويلعب مع على طول يعني من غير راحة، من غير انتربسيون، من غير ما ياخذ فترة، اللاعبين ما ياخذوش فترة من راحة بين موسم والموسم، ما يعملوش تحضيرات بدنية، هذه 3 سنوات على بعض معناتها حاجة تنهك، معناتها أقوى الفرق ولا أقوى اللاعبين، متأكد إلا أكثر من 70% من جمهور النجم الساحلي متفاهم الوضع وبالعكس فرحان من الفريق نتاعو، لأن الفريق نتاعنا معناتها بالإحصائيات الموجودة، معناتها الإحصائيات تجينا من برا ما تجيناش، مش إحصائياتنا إحنا الخاصة، شوفوا إلا الفريق يلعب معناتها بطريقة كبيرة، معناتها في كل مقابلة تقريبا أكثر من 600 تمريرة، أكثر من 7-8 فرص في كل مقابلة، في بعض الحالات ما تنجحش، فأنت أما هذوما البعض اللي يقولوا عليهم معناتها يشوشوا المشردين، ما تنجمش معناتها مشردين، أنا أتأكد إلا فما عوامل خارجية غير رياضية إلا داخلة في العملية. كلموا هذاك كشريده كلموا ان بلي لي دروا مجموعة احنا مع بعضنا بعض، مع حسين زياد سجل الكليفة والعديد من الأشخاص اللي خدموا الفريق وطوروه من مكان إلى مكان، بطبيعة الحال إذا المجموعة دي تمشي فما مجموعة يمكن تجي ممكن معناتها عندها اختيارات أخرى، في الاختيارات دي نحترمها ونتمنى لهم النجاح، فبطبيعة الحال نجم نكون معناتها نغادر مع المجموعة، حتى مش مع المجموعة معناتها أنا بالنسبة لي ديما نخدم الكرة بكيف وقتها ما يعني ما تلقاش الراحة متاعك وما تلقاش معناتها وماكش تحس الأجواء مشحونة، فبيطلع النجم حتى من غير ما ينسحبوا الرئيس وغيره النجم ينسحب في أي لحظة نظرا للضغوط الكبيرة اللي في الشارع والوسط الرياضي، يستنجدوا فوزي بن زرتي كيف إلا فوزي بن زرتي أسويس معناتها لأنقاض معناتها مش كرة تونسية لإنقاذ معناتها المجموعة اللي سهرة معناتها على الفريق القومي، فهمت تجي ولقاوها حطيت فوزي بن زرتي لأنه يعرف الشارع الرياضي معناتها فما شوية محبة ما نقولش من كل نحو فوزي بن زرتي والناس كل راضيين فوزي بن زرتي نظرا للتاريخ للألقاب فهمت اللي تحصلت عليهم في جميع الأندية والحمد لله وين مشيت نجحت، وأهم نجاحات هو باش نقول لك مش الألقاب، مع اللاعبين يكونوا في مستوى يطلعها في مستوى ثاني. المنتخب التركي معناتها في بعض الحالات يكون في احسن حالات وفي بعض الحالات معناتها تلقى فريق معناتها عادي ما فماش تواصل ما فماش انسجام معناتها ما فماش تواصل معناتها في الاداء نتاع اللاعبين نتاع المنتخب او النوادي، لان المنتخب يجبد اللاعبين نتاعو خاصه من النوادي معناتها يلزم النوادي تكون اقوى، هو معناتها بطبيعه الحال المنتخب التركي ما كانش معناتها يمكن 15 ولا 10 سنوات التالي ما كانش منتخب ذو قيمه، يمكن 10 ولا 15 سنة التالي الوقت هذا عمل يتحسن لأن الفرق التركية صعدت معناتها ولات معناتها متقدمة ولات معناتها تلعب في الكؤوس الأوروبية وتحسنت نوعا ما، لكن ضروري مزيد من بذل المجهود باش نزيد نطلعوا معناتها لاعبين من طراز عالي، لأن منتخبات يلزم ضروري باش يكونوا فيها لاعبين من طراز عالي، وإذا ما فماش لاعبين من طراز عالي لازم لابد انسجام كبير بين المجموعة اللي تلعب في المنتخب، كما قلت لك في بعض الحالات المجموعة تطغى على الفرديات وهذا المطالب به معناتها المنتخب التركي، البطولة التركية كما قلت لك قاعدة تتقدم لكن خطوات مش سريعة، مثلا كي نشوف فريق اليابان تقدمت بسرعة كبيرة ما كانش عندهم كرة تقدم، الفريق الولايات المتحدة الأمريكية ما كانش عندهم كرة تقدموا بسرعة كبيرة توا دي منطقة متواجدين في كأس العالم، اليابان نفس الشيء في أغلب الحالات متأكد معناتها فضروري نعطيو نفس جديد
للكرة التركية ضروري، معناتها ويجيبوا ما بتعطي نفس جديد وقت تجيب لاعبين على مستوى عالي.